البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته علينا أمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب، وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل. وافتكر في نفسه أن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثال. بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق يعقوب وعيسو. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامهم. بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخاف من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون، وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده أنه غنى عظيم أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازات. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت لغير المنظور مثل واحد منظور. بالإيمان صنع الفصحى ورش الدم لئلا يمس المهلك أبكارهم. بالإيمان عبروا في البحر الأحمر كما في أرض يابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طيف حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة، إذ قبلت الجاسوسين بسلام. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركته علينا أمين. طوبى للرجل الذي يصبر في التجربة، لأنه إذا صار مختارا ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقول أحد إذا جرب أن الله قد جربني، لأن الله لا يجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوة نفسه. ثم أن الشهوة إذا حبلت فإنها تلد خطية، وأما الخطية إذا كملت فإنها تلد الموت. لا تضل يا إخوتي وأحبائي، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة فهي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار، الذي ليس عنده تغيير ولا شبه ظل يزول. قد شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باقورة خلائقه. واعلموا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان منكم مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة الشر، واقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة جديدا التي يمكنها أن تخلص نفوسكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.
الإبراكسيس، فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا أمين. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين: نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لواحد يدعى سكاوى، يهودي رئيس كهنة، يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوسب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم، حتى هربوا من ذلك البيت عراطا مجدوخ الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها تقدر 5 ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 5 أمشير أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة تنيح القديس الأنبا بشاي صاحب الدير الأحمر بغرب سوهاج. اتولد في قرية باصونة التابعة لمركز المراغة محافظة سوهاج. في شبابه كان بيرعى الغنم وبعيد عن الحياة الكنسية والفضائل المسيحية. ربنا سمح له بمرض وشاف في رؤية مكان العذاب للأشرار، فبكى كتير ورفع عينيه للسماء وصلى وقال: يا سيدي وإلهي، إذا شفتني أنا هتوب وأعيش معاك على طول. وفعلا ربنا شفاه وبدأ طريق القداسة والزهد وترك الغنم وكل شيء وصعد للجبل، فقابل الأنبا بيقول خال القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، فسكن معاه في جبل أدريبة وعاشوا مع بعض حياة عبادة ونسك وجهاد في الصلوات والأصوام لمدة طويلة والسهر الروحي وكمان احتمال التجارب والضيقات، وكان ربنا بيخلصهم منها. اتعرف الأنبا بشاي في كل مصر وكتب مقالات كتير وتعاليم نافعة للجميع، وفي فترة عاش معاهم الأنبا بيقول في عبادة ونسك، وبنوا مساكن في الجبل وكمان بنوا كنيسة على اسم القديسة العذراء مريم. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام وكفنوا القديس الأنبا شنودة ودفنوا في الدير اللي اتسمى باسمه، وهو مشهور بالدير الأحمر غربي سوهاج. وكتب الأنبا شنودة رئيس المتوحدين
سيرته النسكية المباركة. بركة صلواته تكون معانا أمين. وكمان زي النهاردة تذكار نقل أعضاء 49 شهيداً شيوخ شهيد، ونياحة البابا أغريبينوس البطريرك العاشر من بطاركة الكرازة المرقسية، ونياحة الأنبا أبولو رفيق القديس أبيب. وزي النهاردة كمان استشهاد القديس أبوليدوس بابا روما، ونياحة القديس أبانوب صاحب المروحة الذهب. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وكان يسوع يطوف في كل الجليل ويعلم في مجامعهم ويخرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل وجع في الشعب، فذاع خبره في جميع سوريا فأحضروا إليه جميع السقماء بالأمراض والأوجاع المختلفة والمجانين والمسروعين والمفلوجين فشفاهم، وتبعه جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية من عبر الأردن. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس جاء إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين فرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات،
لأنهم هكذا طرد الأنبياء الذين قبلكم. أنتم ملح الأرض، وإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما. Thank you.